كافي
الحمد لله الحمد لله الحمد لله. عمرو عيال ابن الكلب أولا نحن كما ترى جئنا معنا هذا الجمهور ورؤساء منسقين المعارضة الديمقراطية ورؤساء منسقين التناوب، وهناك أحزاب أغلبية رؤساءها هنا. كلنا جئنا لنطمئن على أن الرئيس محمد بن مولود عاد بصحة جيدة بعد المرض الذي كان يتعالج منه في باريس. هذا أولا. ثانيا، محمد بن مولود معروف كشخصية وطنية معارضة لكن لها بعدا وطنيا كبيرا، الجميع يعلق آمالا كبيرة على مساهمته في حل هذه الأزمة التي تعصف البلاد. هو طبعا هو إلى جانب المعارضة وسيكون إلى جانب استراتيجية المعارضة وتكتيكها، وبالتالي وجوده سيشكل إضافة جديدة ودفعا جديدا للنضال من أجل تحقيق استراتيجية المعارضة وأهداف التكتيكية. إعلاميين، نحن إعلاميين. هذه الحشود الجماهيرية سواء من حزب اتحاد قوى التقدم ومن منسقي أحزاب المعارضة تستقبل اليوم ضيفا كبيرا وعزيزا على قلوبنا وعلى قلوب الموريتانيين، هو الدكتور والأخ الرئيس محمد المولود. بقدومه إن شاء الله ستتعزز المعارضة، بقدومه إن شاء الله ستتوحد الصفوف وسيبدأ النضال، بقدومه إن شاء الله ستنفرج الأمور وستتضح الأمور وستتضح معالم الأمور وستتضح أيضا ستتماسك المعارضة أكثر. بقدومه سينتعش اتحاد قوى التقدم، وبقدومه أيضا ستتحي صفوفنا وسنبدأ في نضال جديد إن شاء الله. الجماهير هنا حضرت رؤساء أحزاب المعارضة، حضرت منسقية المعارضة بأكملها اتحاد قوى التقدم، حضرت منسقية شباب المعارضة مشعل، حضرت المنظمات الأخرى، حضر الخيرين في هذا الوطن، حضر أيضا الزعماء في المعارضة غير المحاورة، حضرت شخصيات كبيرة جدا نحن نثمن لها هذا الحضور ومهم عندنا جدا ونحترمهم جميعا ونثمنه تثمينا عاليا. لكن أقول للجميع بأن يقودهم الدكتور الرئيس محمد المولود سيكون عهدا جديدا إن شاء الله في النضال، وعهدا جديدا للمنسقية، وعهدا جديدا إن شاء الله لموريتانيا كلها.